المشاريع المتلكئة في مدن محافظة صلاح الدين ومحافظات أخرى بات أمرا يقلق المواطنين، سيما ومع حجم التخصيصات المالية المقدرة لإنجاز تلك المشاريع والتي باتت أغلبها بدون إنجاز يذكر. المشاريع محافظة صلاح الدين للأعوام الماضية ولا سيما عام 2019 متلكئة ومتأخرة ومتعثرة ربما، ولم نشهد مشاريع حقيقة بالمستوى المطلوب، ولم نشهد يعني حقيقة بناء حركة عمران وبناء ويعني نماء وتطور. ما شهدناه هو حقيقة قضايا ترقيعية وقضايا يعني لا ما توصل مستوى الطموح. ناشطون وجهوا دعواتهم إلى ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع التي بلغت فيها نسب إنجاز مختلفة، مشددين على ضرورة سحب رخص الشركات المقدمة على تلك المشاريع والتي لم تباشر بعملها إلى الآن، سيما وإن أغلب المشاريع خصصت قبل عام 2014. المشاريع الأخرى اللي مجرد هي حبر على الورق، ويعاني المواطن ابن صلاح الدين يعاني معاناة كبيرة جدا بسبب التلكؤ، شنو ننسبه إلى شنو؟ فساد أم غير فساد؟ موضوع ما يحتاج يعني صار واضح وضوح الشمس للجميع أنه هذا التلكؤ، هذه المشاريع اللي قسم منها حبر على الورق والقسم الآخر مجمدة. خل ننتظر إلى متى؟ يعني إحنا اليوم بالعام 2020 واحنا نعاني معاناة من 2013 أساسها و2012. المشاريع ما ترصد إلى شركات رصينة عندها رصيد تقدر، أو إلى قروض رصينة شركات أنه معترف بها دوليا تقدر تكمل مشروع. مثلا أبسط المشاريع هي المشاريع المجاري أو المشاريع إن شاء الله حتى لو مشروع صغير أنه تنتج من عنده كهرباء. المشاريع متلكئة بسبب سوء تصرف المسؤول، يعني يوكلها لغير أهلها. مشكلة العراق عامة هي يعني وضع الشخص غير مناسب في مكانه. ويتطلع المواطنون في المحافظة إلى إنجاز المشاريع الحيوية والبدء بحركة عمرانية، لا سيما في المناطق التي تضررت جراء العمليات العسكرية خلال السنوات القليلة الماضية. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.